السلام عليكم أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم جميعا على قناتكم قناة فود بوكس، قناة الكرة الجزائرية وأخبار المنتخب الوطني واللاعبين الجزائريين. اليوم راح نتلاقاو معكم باش نعطوكم تحليلات عن الأهداف الثلاثة تاع المنتخب الوطني، لكن بداية ما تنساوش الصلاة والسلام على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما ننساوش باش نقول لكم صحة رمضانكم، صحة فطوركم وصحة سحوركم. إذا المباراة كما شفتوا كانت غزيرة بالأهداف، 3 أهداف سجلناها وثلاث أهداف تلقيناها، الدفاع كارثي ولا عندي اختلاف فيها، الهجوم كان شعلة مضيئة وحلول ممتازة، وأنا قلت لكم بأن هناك بوادر بأن راح نكون منتخب ممتاز. الدفاع راح يحتاج شوية وقت، ممكن شهرين، ممكن 3 أشهر، ممكن 6 أشهر، لأن المدرب السابق دمر المنتخب من الناحية الفنية بكل ما تحمله كلمة معنى، دمروا. أنا لما نشوف المنتخب على الأقل من الناحية الهجومية يقدم بهذا الشيء، بعد ما كنا نشوفه توزيعات فقط وكرة ثابتة، الأهداف نتاعنا ذوهما كانوا مرتدات توزيعات وأهداف ثابتة وكرة ثابتة فقط، ولا نحوسوا الأربيتر يعطينا بينالتي ونبكوا الأربيتر باش يعطينا بينالتي، لكن الآن دوك نعطيكم يا جماعة الأهداف، ثراء تكتيكي، جملة تكتيكية، أفكار ومناهج هجومية نعطيها لكم بالآن واضحة جدا من دون مبالغة، لأن البعض راه يقول لك راك تبالغ، ما نبالغ ولا شيء، أنا راني نقول إلى حد الآن بيتكوفيتش إذا ما حلش المشاكل الدفاعية أنا راح ننتقده بشدة، لأنه هذه المهمة نتاعو. نعم ورث المنتخب رث، منتخب هش، منتخب مدمر بكل ما تحمله كلمة معنى، لكن من 6 أشهر من سبتمبر ديسمبر ما كاش أعذار، كاش أعذار يا أخي، لازم تلقى حل، أنت راك المدرب راك خالص بتلقى الحلول. إذا نبدأ أولا أعزائي المشاهدين بالهدف الأول، ودائما نرجع للأفكار اللي تكلمناها في المباراة الأولى مازالوا يتكرروا، هنا تعرفوا بأنه كاين عامل تاع مدرب وكاين عامل في التدريبات، هناك ضغط على حامل الكرة، أحيانا نديروا الضغط العالي، وكيفاش نخرجوا من ضغط الخصم، وكيفاش طلب الكرة في المساحات، وكذلك تقديم الحلول الإضافية لحامل الكرة، هذا شفناهم في مباراة جنوب إفريقيا. لولا الدفاع هش كنا اليوم نكون مباراة خارقة جدا، لكن مازال مشاكل في الدفاع، وبالتالي إن شاء الله برك ما نطولش عليكم أعزائي المشاهدين. إذا نروح الفيديو ونبدأ بتحليل الهدف الأول. إذا أعزائي المشاهدين هنا نشوف استرجاع كرة، شوف هنا إبراهيمي استرجع الكرة بطريقة عادية جدا، هنا إبراهيمي يسترجع الكرة بطريقة عادية جدا، واش يدير؟ تحت الضغط يحمل الكرة نتاعو ويدور بالكرة ويقرأ المساحة ويعطي كرة في العمق، نشوف هنا إبراهيمي، شوف يجلس بالكرة يدور بالكرة يعني يتخلص من اللاعب، شوف هنا إبراهيمي، شوفوا النظرة نتاعو، شوفوا النظرة نتاع إبراهيمي هنا، أوب هنا، شوفوا النظرة نتاع إبراهيمي، النظرة نتاع إبراهيمي اللي راهو يشوف فيها، شوفوا راهي في الأمام، راهو شاف اللاعب بقرات يعني وراح يطلب الكرة في المساحة، واش يدير؟ إبراهيمي لو نجوا نكملوا الكرة أعزائي المشاهدين، شوف بوب لمسة واحدة كرة، ضرب له كرة في العمق، ها وين هنا بقرار، شوفوا بقرار وين خرج له، وشوفوا إبراهيمي وين حط الكرة، شوف بقرار وين، وشوف الكرة تاع إبراهيمي وين، ومن بعد بقرار يروح للكرة وينفرد بالمرمى، هذه شوفوا تمريرة تاع لاعب ساحر فنان، هنا هذه تجرى في التدريبات، إبراهيمي نظرة واحدة، شاف بقرار رمى له الكرة مباشرة. كيفاش الان تقولوا لنا بان هذه كره عشوائيه؟ هذه ما كناش نشوفوها سابقا، نشوفوا نكملوا، مازال الخيط جاي قدام، الان قرار منفرد بالمرمى وتروح الكره، هنا راحت الكره، شوفوا ابراهيمي هو اللي طلب الكره تحت الضغط، دار بالكره وبعد ذلك يعني دار التمريره في العمق وهجمه خطيره، يعني لا ماشي بقرار، قلت بقرار هنا كان مازال تخش عموره ضيعها، نكملوا اللقطه، شوفوا نكملوا اللقطه، ترجع الكره عند جنوب افريقيا، هجمه الان، شوف جنوب افريقيا خرجنا من النطاق، هذه المشاكل اللي تكلمت عليها ما نش نطاقته معي لانه هي البدايه فقط، لكن متاكد انه مع مرور الوقت راح يعني نصيبوا الحلول، شوف الان الكره هنا أيثنوري كان ذكي جدا، شوفوا أيثنوري يقطع الكره، يدخل الى العمق ويقطع الكره على اللاعب الجنوب افريقي اللي دار التمريره، هنا عندنا 3 لاعبين، هنا وقوف اللاعبين صحيح، فقط هنا نوه على الحركة نتاع قيطون اللي دخل إلى الداخل باش يعني يدعم العمق، لأنه لو الكرة تروح إلى الطرف عادي، قيطون يعاود يغلق عليه بكل سهولة ما دام هو راه أمام اللاعب، إذا نكملوا الكرة، شوف اللاعب
هنا كذلك الذكاء نتاع اللاعبين نتاع المنتخب الجزائري، يعني شوف المدافعين قاعدوا يرجعوا باش ينتظروا رجوع الزملاء نتاعهم، وبالتالي الهجمه نتاع جنوب افريقيا راح تكملوا اللقطه. هنا ايد نوري يسترجع الكره، واش يدير غيطون؟ شوفوا غيطون الان واش يدير بالكره. غيطون الان راه شاف ابراهيمي، ابراهيمي واش يدير؟ شوفوا ابراهيمي واش يدير. ابراهيمي الان ذكي جدا، هاو غيطون يعمل كره عاليه، ابراهيمي باش يكيتي الجوار، باش ينحي الجوار من طريقه، ولا باش يتخلص من اللاعب. شوفوا واش يدير ابراهيمي، يجي للامام. هاي الكره، نكمل اللقطه بعد نشوف، نكمل اللقطه اعزائي المشاهدين. هاي كره طويله، ابراهيمي الان كان خلف، هاو خلف المهاجم، شوف جا الى الامام، ابراهيمي جا من الخلف، جا من الخلف، هاو ابراهيمي جا من الخلف. وعلاش؟ باش يثبت اللاعب، راه هنا ورا الاشاره تاع القناه الوطنيه، هنا باش يثبت اللاعب تاع جنوب افريقيا. يعني كيفاش يثبتوا؟ يجي الكرة عنده اللاعب تاع جنوب افريقيا. الان لو نحرك الكرة، شوفوا الكرة الان تتحرك اعزائي المشاهد، لو نحرك الكرة الان اعزائي المشاهدين، شوفوا اوب هنا واش دار ابراهيمي؟ ابراهيمي عاود رجع الى الخلف. لما يرجع ابراهيمي الى الخلف لاعب جنوب افريقيا، لماذا؟ لانه فكر تفكيرين، لاعب جنوب افريقيا فكر بانه راه مغاردي ابراهيمي، يعني يضيق على ابراهيمي، ما يخليش ابراهيمي يمسك الكره الاز. واش دار؟ عاود ابراهيمي رجع الى الخلف، والكره راحت فوق لاعب جنوب افريقيا، لانه خلاص ما كانش يفكر انه يروح للكره، وانما يروح لابراهيمي. الان ابراهيمي يتخلص من اللاعب، ابراهيمي بالسرعه نتاعو، هذه ابراهيمي لقطه في نفس اللقطه، ابراهيمي يتخلص من اللاعب، يروح الكره عند ابراهيمي، اوب شوف هنا ابراهيمي كان ذكي جدا، بقى راح بالكره نتاعو. لو ابراهيمي الان عمل الكره كان ممكن انه اللاعب تاع جنوب افريقيا يلحق عليه. واش دار؟ زاد تقدم بالكره، انتظر 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 بنزيه يجي. هنا عموره راه يطلب الكره، شوفوا عموره راه يطلب الكره، لكن ابراهيمي انتظر حلين، انتظر عموره يجي. شوفوا هو هنا، هو عفوا بنزيه، بنزيه الان هو اللي يدخل ويشكل الهجمه. نشوفوا الان او اوب هنا العمليه، هنا العمليه اللي تكلمت عليها. اللاعب تاع جنوب افريقيا لو تجوا تشوفوا اعزائي المشاهدين راهو مركز مع عموره، ها عند اللاعب راه مركز مع عموره، وبونجاح كذلك راح يطلب الكره، لكن اللاعب جنوب افريقيا راه معاه. شكون اللاعب اللي راه منسي، ولا اللاعب اللي راه تحت الظل، ولا اللاعب القادم من الخلف واللي يطلب الكره في المساحه؟ هو بنزيه. الكره جات في ظهر عموره والى بنزيه، بنزيه راح تجيه الكره وعنده حلول. دوك تشوفوا، اذا نكمل اللقطه، بنزيه الان كمل اللقطه، شوف بنزيه هاي جات الكره بنزيه. واش دار عموره؟ عموره دخل ودخل معاه المدافع، عموره دخل ومن بعد المدافع لما رجع نسى عموره. اذا الان هنا بنزيه كان قادر يمرر عموره، وكان قادر يمرر الى بونجاح. دوك تشوفوا انه حتى هذا اللاعب راح ينضم للزملاء ويولوا اربع لاعبين وثلاث لاعبين على بنزيه. شوفوا الان بنزيه، بنزيه يبقى بالكره نتاعو، يحضر على الكره نتاعو، بوب شوف شوف اربع لاعبين على بنزيه. بنزيه واش يدير؟ بكل يعني هنا بنزيه كان عنده ثلاث حلول. بنزيه هنا كان عنده حل التسديد، حل يعطيها الى عموره رغم انه كان قريب ليه، وحل انه يعطيها الى بونجاح، بونجاح يسجل، وحل كذلك يعطيها لابراهيمي في نقطه الجزاء ويسجل. يعني عنده اربع حلول. واش دار بنزيه؟ بنزيه اختار الحل الاصعب لانه لاعب مهاري ممتاز جدا ويسدد الكره والهدف. شوف يعني يا جماعه كرة ممتازة جدا، كرة ملعوبة، كرة هنا هنا نتكلم يا جماعة، نتكلم على التكتيك، نتكلم على المنتخب الوطني. الآن هذه الأمور عملها في التدريبات. إذا أخو شفتوا الآن لقطة الهدف الأول ملعوب، وإبراهيمي مرتين على يعني التوالي هو صاحب الهدف. إبراهيمي قلت هذه الحركات ما يديرها إلا لاعب ممتاز جدا، ولاعب عنده نظرة ثاقبة، ولاعب عالمي بكل صراحة. الضغط على او يعني التحكم بالكره تحت الضغط وتمرير الكره، يعني تقديم هدفين في لقطه واحده في دقيقه، مد تمريرتين، واحده ضيعها عموره والثانيه سجلها بنزيه. نروح الان الى الهدف الثاني ونشوفوا ابداع تكتيكي اخر، فن راقي. هنا راح نتكلم بكم صح، نعطيكم فن راقي في الضغط العالي. الان اعزائي المشاهدين مع هذه الكره، هنا راهي عندنا الكره، شوفوا الان الضغط على المنتخب الوطني، شوفوا الان الضغط، راح نتكلم عن ضغط مدروس، ماهيش عشوائيه كما كانوا يتكلموا، هذا ضغط مدروس. شوفوا الكره عند لاعبي جنوب افريقيا، الان المنتخب الوطني بشعر راه يضغط، المنتخب الوطني راه يضغط، لاعب اثنين ثلاثه اربعه خمسه، وعندنا هنا اللاعب السادس، يعني هذا ضغط عالي ولا مش ضغط عالي، وايد نوري في خلف يعني
خلف خط الوسط، وعندنا كذلك هنا غليطون شوفوا وين راه. كيفاش هذا ما يسموش ضغط عالي يا جماعه؟ اذا ما كانش هذا الضغط العالي واش هو؟ شوفوا النتيجه نتاع الضغط العالي عنده ثمار. الضغط العالي هو استخلاص الكره وتشكيل خطر على الخصم. هنا نكملوا اللقطه، الان الكره ترجع، الان شوفوا هنا 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 هذه اللقطه مدروسه ماهيش عشوائيه. هنا بنزيليا ارتكب الخطا، وشكون اللي جا؟ قندوسي جاي يفتك الكره. هذا هو الضغط، اللاعب يضغط واللاعب يفتك الكره. الان الكره الثانيه هذه شوفوا هو هنا قندوسي جا. الان في الاعاده تبان لكم، في الاعاده تبان اللقطه اعزائي المشاهدين. شوفوا اعزائي المشاهدين هاي اللقطه هنا بنزيليا ارتكب الخطا، شكون اللي جاي؟ قندوسي جابوا مباشره. هاو قندوسي جا متهيئ باش يدي كره ويدير الهجمه المرتده ويضرب الخصم في اللقطه. هاي اللقطه واضحه جدا، بنزيليا دار المخالفه وقندوسي كان في المرصاد. الان يلعب المخالفه والضغط يستمر، ضغط المنتخب الجزائري يستمر. شوف شوف الان، شوف شوف الان اللاعب خلاص خلاو اللاعب وحده هو والحارس. شوف اللاعبين تاع المنتخب الوطني كلهم يضغطوا، كلهم يضغطوا. بنزيا عندك كذلك بقرار، لان هنا بقرار كان دخل ابراهيمي، يعني كلهم ضاغطين. شوف هنا اعزائي المشاهدين شوف اللقطه، شوف هنا هذه اللقطه اللي كنت حاب نحوس عليها. هنا اللاعب ما عندوش حل، فقط يرجع للحارس. لماذا؟ لانه دائما في قانون كره القدم لما تكون مضغوط ترجع الحارس، لانه هو اللي راهو يشوف في اللعب اكثر من الجميع. الان واش يدير الحارس لما يمرر لما تجيه الكره؟ شوفوا الان فقط الكره قبل هنا ابراهيم بدي يقلع. هاو ابراهيم، ابراهيمي بدا ديمارا باش يضغط على هذا اللاعب. عندنا بقرار راهو امام المرمى، وعندنا كذلك بنزية راهو ضاغط على هذا اللاعب، وعندنا هنا شوفوا زروقي بيدو. شوفوا هنا باش تعرفوا بان الضغط هذا مدروس. هنا هاي اليد تاع زروقي راهو يطلب منهم يطلعوا، راهو يطلب من اللاعبين ويقول اللاعب قيطون اضغط اطلع خلي يطلع يعني اضغط عليه. شوف هنا بيديه راهو يأشر عليه باش يطلع. الان الحارس واش يدير؟ الحارس عنده حل واحد، هو ما كاش حل، هذا فقط اللي راه وحده، لكن راه محاط بهذا المثلث من اللاعبين. راكم تشوفوا هاو نرسم لكم المثلث هنا، سمحوا لي الوقت طول، لكن هذه يعني تدرس هذه الامور لازم يعني نعرفوها باش تعرفوا بان المنتخب في تطور. هاي هو المثلث، اللاعب راه مثلث، ما عاد واش يدير؟ راح يمرر كره عشوائيه الحارس. هنا الضغط عليه، شوف ابراهيم راه يتقدم، ابراهيم راه يتقدم باش يضغط، وبقرار راح للمرمى. الان او عفوا هنا نعم بقرار، شوفوا هنا الحارس ما يقدرش يديكاجي في السونتر لانه بقرار راه ضغط عليه. ضغط او اعتقد لا لا بونجاح مش بقرار، هذا بونجاح راه ضغط عليه ما يقدرش يعمل في الوسط، ما يقدرش يعمل كره هنا لانه ابراهيم خطير راهو جاي ليه، ما يقدرش يمرر هذا اللاعب لانه بنزيا راه عمل عليه ضغط. يبقى اللاعب هذا ويبقى اللاعب هذا، واش يدير الحارس؟ يحاول انه يمرر اللاعب هذا. شوفوا الان بنزيا، بنزيا راهو يشوف في هذه المنطقه. شوفوا الان بنزيا، هاي النظره تاع بنزيا، هاي النظرة تاع بنزيا، شوفوا النظرة تاع بنزيا، راهو يشوف للاعب هذا، وكأنه يتوقع أنه الحارس راح يعمل هذه التمريرة. إذا واش يدير؟ الحارس حقا يمر هذه التمريرة وبنزيا يقطع الكرة، شوف، شوف الآن الحارس بكل سهولة قطعها، شوفوا راه قطع الكرة بنزيا، بنزيا قطع الكرة. إذا بنزيليا قطع الكرة بكل سهولة. هنا نتكلم عن إكمال عملية الضغط، الضغط ماهوش فقط ضغط وخلاص. هنا لما نكملوا عملية الضغط شوفوا واش يحصل، شوفوا واش يحصل أعزائي المشاهدين. عندك حلين، عندك الحل الأول هو بونجاح، والحل الثاني هو إبراهيمي. إبراهيم راح يدخل منطقة الجزاء وبونجاح راح يدخل مع اللاعب، واللاعب بنزيليا معاه الكرة. هنا الحلول، هاي الحلول، رانا 3-2 من جنوب إفريقيا. كيفاش هذه مش خطه مش تكتيك؟ المره مع المدرب السابق كنا نهاجموا بلاعب ولا بلاعبين فقط، لما تكون هجمه منظمه كنا نهاجموا بلاعب ولا لاعبين. هذا يسموه ضغط عالي ولا مش ضغط عالي؟ اذا ما كانش ضغط عالي ورونا ضغط عالي، وروه لنا ما نعرفوش. اذا شوفوا الان الكره هنا عنده حلين، شوفوا من كثره انه عنده عده حلول يعني تقديم حلول لحامل الكره. بنزيا اخر الكره نتاعو بعد بونجاح، وبونجاح تقدم جاء ابراهيمي في الخلف وسجل. هاي اللقطة شوفوا يعني بكل بساطة، هاي جا ابراهيمي وسجل بكل اريحية، هدف ممتاز جدا 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 جدا. اذا اعزائي المشاهدين راكم شفتوا الان الهدف الاول والهدف الثاني، الفيديو طوال، خلوا الهدف الثالث لانه كذلك راح يكون تحفة تكتيكية نتكلموا عليه في الفيديو القادم. اعزائي المشاهدين نتمنى اننا افدناكم نوعا ما بالهدفين. اذا عامل تكتيكي ماهوش عشوائي وماهوش يعني جمل هكذا خلاص واحد يقول لك لا، عندنا مهاجمين ممتازين لازم تعرف كيفاش تخدم بهم منظومة هجومية.
إذن راح نخلو الهدف الثالث للفيديو القادم لأنهم رايحين تستمتعوا كثير، فانتظروا الفيديو القادم بتحفة تكتيكية من المنتخب الوطني الجزائري اللي بدأ نوعا ما يرجعنا في المعنويات، وأخيرا رجعنا نشوف منتخب يلعب كرة قدم. أحبتي شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.